بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، طلبة كلية القانون في جامعة الإسراء، تناولنا في المحاضرة الماضية الحديث عن الفصل الخامس الذي خصص للحديث عن علاج إجرام الأحداث، وتحدثنا في تلك المحاضرة عن موضوع الرعاية الجزائية للأحداث، وتحدثنا عن الرعاية العقابية البديلة أو ما يعرف بالتدابير الوقائية، وقلنا أن لهذه التدابير أهمية بالغة وكبيرة في علاج الأحداث من المرض الإجرامي الذي قد يصيب هؤلاء الأحداث نتيجة المؤثرات الخارجية والمحيطة بهم. أيضا تحدثنا عن الرعاية الإجرائية من ناحية مدى تطبيق قانون الإجراءات الجزائية وغيره من القوانين على الأحداث، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالرعاية الإجرائية بالأحداث على وجه الخصوص، كحظر استخدام القيود مثلا أو تجنب التوقيف قدر الإمكان، بالإضافة إلى المساعدة القانونية والعمل على سرية الملفات الخاصة بالأحداث وسرعة الفصل في ملفاتهم وغيرها طبعا من الموضوعات المهمة. ووصلنا أخيرا للحديث عن الرعاية الإجرائية البديلة، وأهم ما تطرقنا إليه هو نظام الوساطة الجزائية. في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سنتناول الفصل الخامس، ولن نتناول موضوع المبحث الثاني في بدايته المتعلقة بالرعاية النفسية والرعاية الأسرية والرعاية الاجتماعية وأيضا الرعاية أو منع اختلاط الحدث بالكبار من المجرمين، كون أننا تطرقنا إلى هذه الموضوعات خلال محاضراتنا السابقة. فسنتناول في هذه المحاضرة فقط الحديث عن الرعاية الرقابية للحدث، بالإضافة إلى الفرع السادس المتعلق بالرعاية القضائية. فيما يتعلق أولا في موضوع الرعاية الرقابية، قلنا أن هناك موظف خاص، هذا الموظف يعتبر مهم جدا من ناحية ما يقدمه من تقارير للمحكمة، ويعتبر هذا الموظف الذي يطلق عليه مراقب السلوك أحد أشخاص أشخاص العدالة الذين يسعون إلى تطبيق العدالة، وخصوصا إلى علاج الحدث الذي قد ارتكب جريمة أو معرض لارتكابه للجرائم أو معرض للخطر. وطبعا قانون المجرمين الأحداث وأيضا قانون حماية الأحداث سواء المطبق في قطاع غزة أو المطبق في الضفة الغربية أكد على أهمية الاستعانة برأي مراقب سلوك الأحداث. وطبعا كان لهذا المراقب دور بارز في موضوع المحاكمة، حيث أن القانون أوجب على القاضي أن ينظر إلى التقرير الذي يعده مراقب السلوك حتى يكون القاضي على بصيرة عند تطبيقه أو عند نطقه بالحكم وعند إيقاع العقوبة على هذا الحدث. وبالتالي فإن مراقب السلوك يعمل على مراقبة أداء الحدث المعرض للانحراف، ويقوم طبعا بتقديم تقرير، هذا التقرير يقدم إلى نيابة الأحداث بالإضافة إلى قاضي الأحداث. وأيضا المشرع الفلسطيني أوجب على المحكمة أن لا تحاكم الطفل إلا بعد إجراء تحقيق يقوم به مراقب السلوك. وطبعا مراقب السلوك قلنا هو شخص يتبع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في قسم رعاية الطفولة. وبالتالي فإن المحكمة بناء على ما يقدمه هذا المراقب من تقارير تقوم بإصدار حكمها بشكل يناسب
ويراعي حالة الطفل وظروفه. فقد نص قانون حماية أو قانون المجرمين الأحداث رقم 2 سنة 1937 المطبق في قطاع غزة على هذا الأمر، وقال بأنه يجوز للمندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية أن يعين في كل لواء شخص واحد أو أكثر من ذوي اللياقة ذكرا كان أم أنثى مراقبا أو مراقبين للسلوك، إلى نهاية النص. وبالتالي فإن القانون في قطاع غزة نص على وجوب وجود شخص يعمل كمراقب سلوك للأحداث. أيضا أكدت قواعد بكين لعام 1908 أو عفوا 1985 على هذا الموضوع، حيث يتعين حسب نصها يتعين في جميع الحالات التي تنطوي على جرائم ثانوية وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارا نهائيا يسبق إصدار الحكم إجراء تقصي سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، كيما يتسنى للسلطة المختصة إصدار الحكم في القضية عن تبصر. وبالتالي فهذا يؤكد أهمية دور مراقب السلوك. وطبعا مراقبة السلوك تتصف بشكل أساسي بأنها تدبير علاجي يسعى من خلاله مراقب السلوك إلى علاج الحدث وإعادة تكييفه في المجتمع وإعادة دمجه في المجتمع كي يكون عنصرا إيجابيا وعنصرا منتجا. ومراقب السلوك يقوم في كل مدة على الأقل كل 15 يوم يقوم بزيارة الحدث الموضوع تحت المراقبة لمتابعة سلوكه، وأيضا من خلال مراقبته في مسكنه زيارته في المدرسة أو الاتصال بمديره في المدرسة أو الاتصال في محل عمله حتى يتابع حالة الحدث ويتابع مدى التزام الحدث بشروط الرقابة المفروضة عليه. وفي سبيل ذلك يقوم مراقب السلوك بإصدار تقرير شهري يذهب أو يسلم هذا التقرير إلى المحكمة المختصة وأيضا نسخة منه إلى النيابة العامة. هذا التقرير يتضمن بطبيعة الحال كل ما يتعلق بالحدث من سلوكيات ومدى تأثر الحدث بقرار المراقبة المحكوم به أو المحكوم عليه به. إذن هذا ما نريده في موضوع الرقابة على الحدث والرعاية الرقابية على الحدث. نتناول الفرع السادس وهو الأهم في محاضرتنا هذه، وهو المتعلق بالرعاية القضائية. سنتطرق أولا إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الأحداث. طبعا لكل شخص أن يذهب إلى قاضيه الطبيعي وهذا نص دستوري، وبالتالي فالقاضي الطبيعي من وجهة نظر القانون أن يكون قاضي مختص بالنظر في هذه الجرائم التي يرتكبها الأحداث. ونص قانون الطفل المعدل عام 2012 على أن تستمر محاكم الصلح والبداية بالنظر في قضايا الأحداث إلى حين إنشاء محكمة مختصة بقضايا الأحداث، وبعد إقرار قانون الطفل أو عفوا حماية الأحداث عام 2016 تم إنشاء محكمة مختصة بهذا الأمر طبعا في الضفة الغربية. لا توجد هذه المحكمة في قطاع غزة، صحيح تنعقد بصفتها محكمة أحداث لكن ليست بالحالة والانضباط الموجود في الضفة الغربية. وطبعا هذه المحكمة يعني معنى هذا النص عفوا معنى هذا النص الذي أورد في قانون الطفل هو أن محكمة الصلح والبداية تنظران في القضايا لحين تشكيل محكمة مختصة. فإذا شكلت المحكمة المختصة لحماية الأطفال ولمحاكمة الأطفال والأحداث
ينتهي دور محاكم الصلح والبداية العادية العادية. وبالتالي من الواضح قبل تشكيل أو قبل إقرار القانون الفلسطيني على عام 2016 يظهر جليا أن كانت محاكمة الأطفال تختلف وتتعارض مع ما ورد في المعايير الدولية التي جاءت بها خصوصا اتفاقية بكين. وجاءت المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 بهذا الأمر ونصت على هذا الأمر، حيث قالت يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك أو انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل: قيام سلطة أو هيئة مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمته في محاكمة عادلة وفقا للقانون بحضور مستشار قانوني أو مساعدة أو إلى ذلك لنهاية النص. يعني اتضح من هذا النص أنه يجب أن تكون هناك هيئة خاصة ومختصة في محاكمة الأحداث، وهذا ما يفهم أيضا من قواعد بكين عام 1985. يفهم قضاء الأحداث على أنه جزء من عملية التنمية الوطنية لكل بلد ضمن إطار شامل من العدالة الاجتماعية لجميع الأحداث، بحيث يكون في الوقت ذاته عنوانا على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سلمي في المجتمع. هذا يتضح أيضا من اتفاقية بكين أو من قواعد بكين. أيضا نصت على يولي قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ويكفل أن تكون أي ردود فعل تجاه المجرمين الأحداث متناسبة دائما مع ظروف المجرم والجرم معا. يعني عندما يضع القانون أو القاضي عفوا الحكم يجب أن يكون حكمه متناسبا مع الجرم الذي ارتكبه هذا الحدث. أما فيما يتعلق بالقانون الفلسطيني فبالنظر إلى قانون حماية الأحداث رقم 2016 مطبق في الضفة الغربية نجد أنه نص على ضرورة أن تنشأ في كل دائرة أو في دائرة المحكمة، مثلا محكمة البداية، أن تنشأ في دائرة كل محكمة هيئة أو أكثر، هذه الهيئة تكون مختصة بالنظر في قضايا الأحداث. مثلا في دائرة محكمة البداية هناك محاكم صلح، طبعا يجوز أو يجب وفقا لهذا القانون أن يكون هناك محكمة أحداث. إذن في دائرة كل محكمة يجب أن يكون هناك محكمة أو أكثر خاصة بنظر قضايا الأحداث، ويجوز لهذه المحكمة أن تنعقد في أيام العطل والإجازات الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، طبعا ضرورة الحدث بما يكفل حماية مصلحته الفضلة. أيضا يجوز أن تنعقد المحكمة في مكان دور الرعاية الاجتماعية. وجدير بالذكر أن محكمة حماية الأحداث في قطاع غزة موجودة في دار الرعاية المسمى بالربيع أو مؤسسة الربيع، فمحكمة الأحداث موجودة في تلك المؤسسة وتنعقد هناك. طبعا إذا كانت الدعاوى منظورة أمام الجهات القضائية وبعد ذلك، يعني كانت أمام محكمة البداية أو كما كانت أمام محكمة الصلح قبل إصدار هذا القانون، فيجب أن تحال إلى محكمة الأحداث إلا في حالة إذا كان الدعوى محجوزة للنطق بالحكم.
لأنه قلنا سابقا هنا قانون الطفل المعدل قال تستمر محاكم الصلح والبداية بالنظر في قضايا الأحداث إلى حين إنشاء محاكم مختصة. طيب لو كانت هذه القضايا معروضة أمام محكمة البداية والصلح وتم إنشاء المحكمة المختصة فيجب إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا في حالة واحدة وهي إذا كانت هذه الدعاوى محجوزة للنطق بالحكم، وهذه المحكمة المختصة هي المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف كما عرفها القانون. أيضا الغرض الأساسي من إنشاء هذه المحكمة هو إصلاح وعلاج الأطفال المنحرفين والجانحين، وهذه المحكمة تقدر الإجراءات بما يتناسب مع ظروف الطفل، ولها أيضا صلاحية مراقبة تنفيذ الأحكام، لها صلاحية مراقبة تنفيذ الأحكام، فهذه المحكمة لها دور اجتماعي أيضا متعلق بعلاج الطفل. ويجب أن تكون هذه المحكمة مشكلة من قاضي فرد، هذا القاضي طبعا من درجة قاضي محكمة بداية، يجب أن يكون لديه خبرة خاصة في شؤون الأطفال ويكون مثقفا في هذا المجال. فقانون حماية الأحداث المطبق في الضفة الغربية لسنة 2016 قال تعد قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة، ويراعى في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث الموقوف احتياطيا في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، شريطة ألا يشكل ذلك خطرا عليه وألا يضر بسير العدالة. طبعا هذا النص تحدثنا عليه عنه عندما قلنا أن هناك ضمانة مهمة، وهي أن قضايا الأحداث تعتبر من القضايا المستعجلة التي لا يجب إطالة أمد التقاضي فيها. قلنا أن المحكمة تنعقد بقاضي فرد وليس هيئة، وهذا القاضي من قضاة محكمة البداية، تكون درجته درجة قاضي محكمة بداية للنظر في الجنايات والجنح والمخالفات أو في إحدى حالات التعرض للخطر أو لخطر الانحراف. إذن جميع الأمور المتعلقة بالطفل ينظرها هذا القاضي الذي يتمتع بدرجة قاضي محكمة بداية. أيضا لا تنعقد المحكمة إلا بوجود أشخاص معينين، وقبل الحديث عن هؤلاء الأشخاص يجب ذكر نص المادة 25 من هذا القرار بقانون سنة 2016، حيث نصت هذه المادة على أن تشكل هيئة المحكمة من قاضي فرد بدرجة قاضي بداية للنظر في الجنايات والجنح والمخالفات أو في إحدى حالات التعرض للخطر أو خطر الانحراف. إذن ما عرضناه هنا هو ما ذكرته المادة 25 من هذا القانون. ما يميز محكمة الأحداث أيضا أن هناك تشكيل وجوبي لها، فمحاكم البالغين مثلا في موضوع الجنايات لا تنعقد إلا بحضور وكيل النيابة والقاضي والمتهم. هنا في قضايا الأحداث يجب أن يكون حاضرا نيابة الأحداث وأيضا الممثل القانوني للحدث بالإضافة إلى مرشد حماية الطفولة، فهذا التشكيل إلزامي وواجب الأخذ به، وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 25 من القرار، فقالت لا تنعقد المحكمة إلا بحضور مرشد حماية الطفولة وعضو نيابة الأحداث. وبالتالي فإذا لم يحضر أي من هؤلاء الأشخاص فإن المحاكمة تعتبر باطلة ويبطل الحكم الصادر عن هذه المحاكمة. فقلنا أن مرشد حماية الطفولة يتابع حالة الطفل ويقدم تقرير إلى المحكمة، ويجب أن
تنظر المحكمة إلى هذا التقرير، ويجب أن يكون هذا التقرير منتجا في هذا الحكم. ورد في هذا الكتاب المقرر في هذه الفقرة المشار إليها أمامنا أن قضاة محكمة، أن القضاة أو القاضي عفوا الذي ينظر في القضايا فقط ينظر في قضايا الجنح والمخالفات، أما الجنايات فهي من ثلاث قضاة، وهذا الأمر غير صحيح. هذا الأمر غير صحيح، هذه الفقرة غير صحيحة وخاطئة، لأننا لو نظرنا إلى الأعلى قليلا نجد هنا تشكل هيئة المحكمة القاضي فرد بدرجة قاضي محكمة بداية للنظر في الجنايات والجنح والمخالفات. هنا الكاتب ناقض نفسه، وهي في هذه الفقرة أنه القضاء من ثلاث قضاء هم من ينظرون الجرائم من نوع الجنايات. إذن السليم والصحيح هو أن قاضي فرد هو من ينظر جميع أنواع الجرائم التي يرتكبها الأطفال، الأحداث سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات. وقلنا أن المحكمة في هذه الحالة تقوم بدور اجتماعي، وأن جلساتها تتميز بالطابع الاجتماعي، فذلك يظهر جليا من وجوب أن يكون هناك ولي أمر الحدث حاضر، بالإضافة إلى مرشد حماية الطفولة. ولا يجوز أصلا وفق المادة 30 من القرار بقانون لا يجوز محاكمة الحدث إلا بحضور متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة بالإضافة إلى محاميه. وهذا إذن يؤكد أن هذه المحاكمة تكون لغرض اجتماعي، وهو العلاج وجعل الطفل يندمج مرة أخرى في المجتمع. هذا إذن ما يخص محاكمة أو عفوا المحكمة المختصة بقضايا الأحداث. قاضي فرد ينظر في جميع القضايا، يجب أن يستمع إلى تقرير المرشد حماية الطفولة، وهي محكمة مختصة تتشكل في دائرة محكمة البداية، ويجوز أن يكون هناك أكثر من هيئة في هذه الدائرة طبعا حسب الحاجة. فهناك مثلا محكمة الصلح، ممكن أن يكون محكمة صلح واحدة في دائرة بداية، ممكن أن يكون أكثر من محكمة صلح في دائرة بداية، فالحاجة هي التي تحدد عدد محاكم الأحداث التي يجب أن توجد في دائرة المحكمة. نأتي الحديث عن نيابة الأحداث. طبعا هنا نتحدث عن الضفة الغربية فيما يخص نيابة الأحداث. نيابة الأحداث بطبيعة الحال هي نيابة مختصة بمتابعة قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف. في قطاع غزة هناك يعني لا يوجد نيابة أحداث متخصصة، بل هناك وكيل نيابة يتبع للنائب العام مباشرة، ويتبع لهذا النائب بشكل مباشر، وهو غير متخصص في موضوع الأحداث، غير متخصص، ليس يعني غير موجود في قطاع غزة نيابة أحداث، لكن في الضفة الغربية موجود نيابة أحداث. ففي الضفة الغربية هناك نيابة خاصة تتولى شؤون الأحداث. هذه النيابة شكلت نظرا لحساسية وطبيعة الدعاوى الخاصة بهذه الفئة، ولا يكفي طبعا ما هو موجود في قطاع غزة من تخصيص أعضاء نيابة للعمل في قضايا الأحداث، بل يجب تخصيص نيابة خاصة للعمل ولمتابعة قضايا الأحداث. طبعا تجري نيابة الأحداث التحقيق طبقا لما هو وارد في قانون الإجراءات الجزائية،
طبعا الذي يطبق على البالغين فيما يخص التحقيق والاستجواب وما وجد في هذا القانون من ضمانات متعلقة بالأحداث ما لم عفوا بالبالغين ما لم تتعارض هذه النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية مع ما ورد في قانون حماية الأحداث. فيما يتعلق بموضوع مرشد حماية الطفولة، هذا الشخص يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، يعمل في قسم حماية الطفولة، يكون وظيفته متابعة الطفل الحدث وتقديم تقرير لعضو النيابة أو للمحكمة، ويكون هذا التقرير منتجا بطبيعة الحال في الدعوة الجزائية المقامة ضد هذا الحدث. بالإضافة إلى أن مرشد حماية الطفولة واجب وجوده في مرحلة المحاكمة، فيجب أن يكون حاضرا في المحكمة، وإلا كانت المحاكمة غير صحيحة وباطلة، وإن صدر حكم عنها فإنه يعتبر حكما باطلا. نأتي إلى الغصن الثاني المتعلق بأصول محاكمة الأحداث. عرفنا ما هي المحكمة المختصة، عرفنا ما هي النيابة المختصة، عرفنا عمل مرشد حماية الطفولة. نأتي إلى موضوع الاختصاص النوعي والشخصي لمحكمة الأحداث. طبعا في حال وجد الحدث مشتركا في جريمة معينة مع أحد البالغين، فإن البالغ يتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للبالغين، والحدث لوحده يؤخذ أمام محكمة الأحداث، فلا يجوز أن يتم محاكمة الشخص الحدث أمام محكمة البالغين، كل شخص يذهب إلى قاضيه الطبيعي. بخصوص الاختصاص المكاني للمحكمة، فورد ذلك على النحو التالي: إما أن تنعقد المحكمة في محل وقوع الفعل المجرم، أو في محل إقامة الطفل، أو في محل إلقاء القبض عليه، أو في مكان وجود دار الرعاية الاجتماعية، وهذا وفقا لما ورد في المادة 27 من قانون حماية الأحداث المطبق في الضفة الغربية. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تتخلى عن القضية وتحيلها إلى محكمة أخرى إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، لكن لا يجوز لها ذلك إذا كان التخلي عن تلك القضية يعرقل سير الدعوة، يعرقل سير الدعوة. بخصوص مكتب الدفاع الاجتماعي، فبطبيعة الحال هذا المكتب موجود في الوزارة، وزارة الشؤون الاجتماعية، يجوز أن يصدر تقارير. هذه التقارير يمكن للمحكمة أو للنيابة الاستئناس بها حتى يتم علاج الطفل بشكل واضح، ويتم إصدار الأحكام بشكل يتناسب مع حالة الطفل التي تؤدي إلى علاجه فيما بعد. فيما يخص التبليغ، طبعا يتم تبليغ الحدث أو عن طريق متولي أمره، والده مثلا أو محاميه، وإذا تعذر ذلك فيتم تبليغ الحدث بشخصه أو إلى وصي خاص تعينه المحكمة لهذا الغرض. لكن في حال تعذر تبليغ الحدث أو متولي أمره، في هذه الحالة نطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في خصوص التبليغ. جلسات المحاكمة، طبعا جلسة المحاكمة تنعقد بشكل سري بصورة سرية. طبيعة الحال
هذا الأمر عكس جلسات المحاكمة للبالغين، حيث أن جلسات الأحداث تنعقد بشكل سري، وهذا الأمر مهم جدا واستثنائي. فعلى الرغم من أن جلسات البالغين علنية، فإن جلسات الأحداث سرية نظرا لعدم وضع وصمة عار على هذا الحدث، وللحفاظ على شخصية الحدث وعدم كشف النقاب عن أسراره وأحوال ذويه العائلية، بالإضافة إلى الخصوصية التي يتمتع بها هذا الحدث. وبطبيعة الحال تحفظ سجلات المجرمين الأحداث كما قلنا في المحاضرة الماضية بشكل سري، ولا يجوز إطلاع أي شخص عليها إلا وفقا للاستثناءات التي أوردناها سابقا. وقلنا أن الجلسة تكون سرية، وتكون واجب وجود حضور وحضور مرشد حماية الطفولة بالإضافة لمحاميه ومتولي أمره، ومن تجيز المحكمة حضوره بإذن. ويجب على المحكمة أن تشرح للطفل بشكل بسيط التهمة الموجهة له، وفي حال اعتراف الحدث بالجرم الذي اتهم به يتم تسجيل اعترافه بالكلمات التي تلفظ بها هذا الطفل، وبعد ذلك تستمع المحكمة إلى تقرير مرشد حماية الطفولة ومداخلات أطراف الدعوة إن وجدت، وبعد ذلك تفصل بهذه الدعوة. لكن إذا لم يعترف الطفل أو الحدث بهذه التهمة الموجهة له، فبعد ذلك المحكمة تسمع الشهود، ويجوز لها أو لمتولي أمره أو لمحاميه طبعا مناقشة الشهود وصولا إلى الحقيقة. والمحكمة تسمع مرشد حماية الطفولة وتناقشه في تقريره، وأيضا يجوز للحدث أو متولي أمره أو محاميه مناقشة مرشد حماية الطفولة بهذا التقرير. وفي حال وجود أي شوشرة أو أي إزعاج من الطفل، يجوز للمحكمة أن تخرج هذا الطفل، وبعد أن تخرجه لا يجوز لها أن تصدر الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل أو الحدث ما حصل في غيبته. وفي جميع الأحوال يكون الحكم علنيا، يكون الحكم علنيا أو في جلسة علنية. إذن المحاكمة تكون سرية، لكن الحكم يكون بشكل علني. الحكم عند تعدد الجرائم يتم، أو إذا ارتكب جريمتين أو أكثر هذا الحدث، يتم الحكم عليه بعقوبة واحدة أو تدبير واحد يتناسب مع حالته بما يضمن علاج هذا الطفل. فحص ومراقبة الحدث أو قبلها عفوا ضمانات الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للحدث، تحدثنا عنها في موضوع السرية وسرية المراسلات وما يؤخذ ضده من دلائل، فهذه تكون سرية ولا يجوز إذاعتها بأي شكل من الأشكال. فحص ومراقبة الحدث، إذا رأت المحكمة أنه حالة الطفل سواء البدنية أو النفسية تستلزم فحصه، فإنها تقرر أن يتم وضعه تحت الملاحظة في مكان مناسب، وتوقف السير في الدعوة إلى أن يتم فحصه وتقديم التقرير لها. الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث، طبيعة الحال يتم الطعن بهذه الأحكام وفقا للقواعد العامة المعروفة،
في موضوع الاستئناف والطعن بالنقد والاعتراض وغيرها وفقا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ. وتشكل دوائر خاصة في محاكم الاستئناف للنظر في قضايا الأحداث، فكما تشكل محاكم خاصة بالأحداث كدرجة أولى يجب أن تشكل أيضا محاكم استئناف خاصة لاستئناف القضايا المرفوعة إليها من محاكم أول درجة. وفي جميع الأحوال لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لولي أمره إلا في حالة بطلان في الحكم أو في الإجراءات. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالتوبيخ أو بالتسليم. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في مكان وجود دار الرعاية الاجتماعية إذا كانت طبعا مصلحة الطفل تقتضي ذلك. أخيرا فيما يخص إعادة المحاكمة بسبب خطأ في سن الحدث، إذا أصدرت المحكمة حكم وباعتبار أن الحدث قد تجاوز سن 18 عاما وبعد ذلك ثبت أن الطفل لم يتجاوز هذا السن، فإن النيابة الخاصة أو نيابة الأحداث ترفع هذا الأمر إلى المحكمة وتلغي هذا الحكم وتعدله بما يتناسب طبعا مع طبيعة الحدث. والعكس صحيح، إذا حكمت على المتهم باعتباره حدث وبعد ذلك ثبت أنه تجاوز السن 18 عاما فللنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولكن في جميع الأحوال يجب أن يؤخذ في الحسبان ما تم تنفيذه من هذا الحكم خلال فترة التنفيذ. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة. في المحاضرة القادمة نتناول موضوعا جديدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.